ابن المقرودة ابن خايبة. العراقي كريم، انا راح شوية ازعل الاخ الكريم. اعطيني وحدة يا دكتور كاظم، اعطيني وحدة انجاز، شغلة وحدة بيها انجاز. وحدة اخي العزيز، وحدة بس وحدة. كنت اتقاضى راتب 200,000 هسه راتبي مليونين دينار. روح اسأل اي موظف كان ياخذ 100,000 دينار. اخويا انت بدولة القانون، انت بدولة القانون قيادي تاخذ مليونين وربعك ياخذون 50. انا كصبيب كموظف احكي لك. موظف عندك امتيازات كذلك. اللي بتقدمهم ياخذ مليونين واللي بالديمقراطية ياخذ 5. لا انت سولف لي، انت سولف لي على ابن المقرودة، سولف لي على ابن الخايبة، مو سولف لي عليك. جاي تشوه الصورة، هاي مو الحقيقة رجاء. انا احكي لك عن 4 ملايين موظف، ايش قد كان راتبهم 2003 2004 وهسه حاليا ايش قد ياخذون. يعني احنا ما لا نخلي فد مرة نخلي الصورة سوداوية. نعم نقول انه عندنا العدالة الاجتماعية مفقودة، نعم عندنا شرائح محرومة، شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة، العاطلين عن العمل، كل هالدور حلول. أنا ما أريد أصور لك الصورة أقول عنها وردية، بس رجاء لا تسويها سوداوية بالطريقة اللي توصفها. مو أنا تتهمني يا دكتور كاظم، أنا تتهمني صورة سوداوية وهيئة النزاهة تقول اللي ينباق من البلد 350 مليار دولار، هو أنا مسخمه لو أحزابكم مسخمته. سويها حلقة أخرى، أنا أكون بخدمتك. أنا هسه خلي نوصل للبيت القصير. كنا نتحدث عن حكومة التوافق، عن حكومة الأغلبية الوطنية. هل اللي يطالبون بحكومة الأغلبية الوطنية راح يتجاوزون التوافق وراح يتجاوزون المحاصصة راح يتجاوزون الفساد؟ والله منطق سليم، منطق سليم. أتفق رحم الله والديك. أريد جواب من الأستاذ محسن إذا أمكن. أستاذ محسن أسمعك أستاذ نجم. الدكتور عادل الركابي يعني اتهمني أنا مسخمها وأنا ملطمها، والصورة الدكتور كاظم الحيدري يعني أنا مسوي الصورة السوداوية. صدق أنا أعمل هذا الحد ما أشوف لو هي هاي الصورة بهذا الشكل. انا راح شوية ازعل الاخ الكريم. لا احنا ما نزعل احد. لا ازعل الصراحة، هي ازعل انا مو ما يعني ما اسي عفوا. لا بس هي الصراحة شوف استاذ نجم عزيزي، بيانات وزارة التخطيط بيها نسبة خلل كبيرة. فمن تقول وزارة التخطيط انه نسبة الفقر 30%، لا انا اقول لك أكثر من 50% في كل العراق، من دهوك إلى زاخو، من زاخو عفوا إلى الفاو. فموضوع هذا حتى لا نتحدث به، ومسألة الراتب وزيادة الراتب أيضا راحت ما لها قيمة صارت، لأنه العلاج صار 10 أضعاف، 50 ضعف البنزين، الأكل ضاعف، الملابس، البيت قبل كان تشتري لك بيت بمليونين هسه البيت 300 مليون دينار. اي بس يا استاذ كاظم يعني يقول لك هسه سوينا لكم صناديق اقتراع وانتم قمتوا تطلعون بالتلفزيون وتحجون يعني هذا الكلام الحاكم. هذا مو منجز لا عفوا، هذا الكلام للاسف مكونات الاطار تتحدث به. حدث بشيخ همام قبل فترة والشيخ الصغير تحدث به. هذه المنة ما حد أطى من جيبه. يعني أنا العراقي كريم